يا نهار اسود منيل، هو راح فين؟ يا نهار اسود منيل، بقول لك ايه؟ يعني هاتي المسدس بتاعه. فين؟ هتلاقيه في درج المكتب. تكي راح فين؟ مش عارفه، يمكن جوه الدولاب. مش لاقياه. لقيته. تعالي هنا وقفي جنبهم. انا فين؟ انا فين انت؟ انت في بيتي. ايوه، اللي هو انت مين يعني؟ احنا تبع صاحبك مروان، هو جابك هنا عشان الامان. بس انا مروان ما بلغنيش بحاجه شبه كده. بس هو بلغنا احنا. انا مش بلع الكلام ده. انتوا تبع الدعكي. الدعكي هو اللي صلتكم عليا. مين حضرتك الدعكي ده؟ احنا ما نعرفش حد باسم الدعكي. احنا بنشتغل مع الرئيس بتاعك مروان، هو مديرك ومديرنا احنا كمان. انا عايز عربيه، اديني مفتاح عربيتك. هو انت فاهم ان احنا اللي انقذناك؟ انا مش عايز لات كتير، انا عايز العربيه. طب كلم الرئيس بتاعك. بص انت بتنزف بس دلوقتي، فوضعك مش هيسمح لك انك انا عايز عربيه. خلاص المفتاح تحت جنب الباب، خده. ماشي يا عرايس، بس لو سمعت صوت او حركه هوريكوا الوش التاني. يا نهار اسود. طب هو هيحاسبني كمان على العربيه ولا انساها؟ هو ممكن يكون هياخد العربيه مشوار ويرجعها. لا طبعا، ما حدش بيسرق عربيه ويرجع. انت بتقولي ايه؟ انا مش عاوزاه يرجع، ده كان هيموتنا. ايه دي بس، وهنشوف هنعمل ايه. ايه يا حبايبي، ايه اللي رجعكوا بدري؟ مامي. ايه يا روح قلبي؟ ينفع ما تزعليش من بابي لو سمحتي؟ وزعل من بابي ليه؟ وعمل ايه تاني؟ اصل هو قال لي على كل حاجه، وقال لي اللي انت هتعملوا لي عيد ميلاد كبير في الجنينه، وانا كلمت صحابي وخمسه بس من صحابي اللي مش جايين، والباقي كله جاي. مساء الخير. معلش بقى، انا اضطريت اقول له على كل حاجه. طيب تعالى وريني كده وصلت في ايه. تعالى نروح نلعب في جو بلوكس. جانا تعالي معانا. طب يا جماعه تصبحوا على خير. توحشني. وانتوا كمان هتوحشونا. اتفضل روح قول له دلوقتي حالا ان احنا مش هنعمل له العيد ميلاد ده. بس ما حرام عليكي، انت ما شفتيش وش الولد كان عامل ازاي؟ كل يوم بشوفه، بس مضطر اقول له على حاجات كتير لا بسبب اللي انت عملته. انت عارفه الولد عايز ايه في عيد ميلاده؟ بلاي ستيشن 5. قال لي لا، عايز يشوف باباه ومامته مع بعض تاني في بيت واحد. لا انا اجيب له بلاي ستيشن 5 اسهل. هتروح تقول له ولا اروح اقول له انا؟ بس ما ثواني، انا ما قلتلوش كده علشان اغيظك ولا عشان امشي كلامي عليكي. انا قلتله كده عشان امبارح مع الاولاد في المدرسه كان بيتكلم معاهم ان باباه ومامته كل واحد عايش في بيت لوحده. انا مش عايز موضوعنا ياثر على نفسيه الولد. موضوعنا؟ والله هو مين فينا اللي خان؟ انا اللي خنتك؟ عارف ان انا اللي خنت وانا اللي نيلت، بس بلاش الولاد تتاثر. فكري في الموضوع ورد عليا. ندى. الله، درامز. انا هاخد ده ليا. بتوقع الحاجه ازاي ولا هممها؟ نجيب له بيبي فوت. بكام ده يا بنتي؟ ده غالي قوي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ حلو ده. سعره ايه؟ حلو ده. ماشي، معقول. ماشي، يلا نجيب الشمع بقى. طب انا هجيب السبراي ده.
ماشي. انا هجيب اونو ليا. ماشي يا اونو. نورتونا يا فندم. شكرا. بس عايزه افكر حضراتكم ان في سياسه الاسترجاع والاستبدال بتبقى في خلال 14 يوم. ده على كل حاجه؟ اه على كل حاجه. بس لازم يبقى مع حضرتك الريسيت ولازم كمان العلبه تكون في حالتها الطبيعيه. تقول لك ممكن نرجع اي حاجه؟ ايوه ما انا سمعت. يعني ممكن نرجع اي حاجه خلال 14 يوم. اه انا ديوزا ان انت قصدك ان الحاجه اللي في كانت لعبه انت كنت سايباها. اه العاب، في العاب نسينا نجيبها. يلا بينا. خدي بقى البتاع انا هجيب اللي كانت هنا. ايوه اللي قلتي عليه ده. ما دي بقى يا ناديوزا خدي يا حبيبتي. ايوه وده 14 يوم. عايزه اي حاجه؟ بص بقول لك ايه. الله شقلبي. اتفضلي. هاخد شقلبي. ترامبولين حلوه دي للعيد الميلاد. تقيله تقيله شيليها معايا. هاتي. استني هسأل، انا ما جبتش هديه من مليكه الفن. طب اجيب للواد التاني. امسكي بس الواد ده على بال ما نحاسب. هاتي شلبي. شفتي شلبي اللي انا جبته؟ الله ده المخوفاتي. دي مدرسه كريم بعتين لي، انا لازم امشي. في ايه؟ مش عارفه لازم امشي. طب اطمنيني. اطمنك. يلا يا مريم. حاضر حاضر. هي راحت فين؟ في ايه؟ بتقول مدرسة كريم كلموها. في حاجة؟ معرفش، قلت لها تطمني. بص المسدس ده كفاية. بص ماشي ما يجراش حاجة. ايه اللي حصل؟ لسه خارج من عند المدير. كريم ضرب صاحبه بالبوكس. مازن ولا مش عارف اسمه ايه ده. الحمد لله كان لازم يتضرب. الحمد لله ايه؟ هتبطلي طريقتك دي امتى؟ انا بتحايل على الراجل ما يرفدوش. كان بيتريق عليه وبيلزق لبان في شعره. ايه؟ انت زي ما تقوليش الموضوع ده. انا داخل اقول لا اياد بليز، عايزه اقول لك حاجه لو سمحت. الموضوع ما بيتحلش كده. انا كان بيحصل معايا كده وانا في المدرسه. كنت بروح منكوشه وشكلي وحش، ولما كانوا بيتريقوا عليا رحت قلت لامي. لما رحت المدرسة وعملت مشكلة بقوا بيقولوا عليا عيلة، لكن لما خدت حقي بدراعي بقوا بيحترموني ويحبوني. فلو سمحت سيبه يتصرف زي ما هو عايز ويعتمد على نفسه. انتي كان شكلك وحش؟ شوية. عشان كده بقى مش بتوريني الصور بتاعتك وانتي صغيرة. ها؟ لا ما تقفرش، ده بقى منكوشة بس. ماشي يا ستي مش هدخله. ممكن تعزمني على اكل دلوقتي؟ وانت على طول همك على بطنك كده؟ ما دام بتعزم. لسه عندك العربية دي؟ انت هتركب معايا عربيتي كمان. وحشتني بقى. طب دوري طيب. مرتبك. صدقني يا دكتور، ابني حبيبي امبارح ما كانش قادر ينام طول الليل. ده حتى مش عارف يمشي لان رجله بتوجعه من الحرق اللي فيها. الف سلامه عليك يا بطل. المهم نطمن عليك وما تزعلش نفسك. استاذه مريم سعيده جدا ان انتوا اديتوها الفرصه عشان تعتذر بنفسها. انا اسفه. لا تبصي له هو ما تبصليش انا، انت اذيتيه هو على فكره. انا اسفه. يا ريت حضرتك تقوليها بضمير، انا مش هتحايل عليكي. يعني مش معقول اذي ابني وكمان رافضه انك تعتذري بضمير. ما انا قلت لحضرتك ما كانش قصدي. بجد مش قصدك؟ يعني غلطانه وكمان بتكبري؟ يا فندم انا بعتذر بالنيابه عنها، هي اكيد اسفه بجد، مش كده يا مريم؟ انا اسفه جدا. عظيم جدا، يلا بقى روحي شوفي شغلك. انا اسفه انك ما تربيتش ابنك. ايه ده ايه ده ايه اللي تلاقي